يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا منسف أردني. طبعا ليش سموه بالمنسف؟ لأن يخلطون اللحم مع العيش في الجميد، ولأن الجميد يطقي كله على الجدر فينسف الجدر. لكن أنا بنسف لكم في مطبخنا. اليوم طبختنا منسف من أهل النشامة، المنسف الأردني. حبينا نغير وندش في مطبخ ثاني غير مطبخنا البحريني أو الخليجي، فحبينا نسوي طبخة المنسف وهي المطبخ الأردني. راح أعرفكم على مكونات الطبخة. نحتاج إلى لحم 3 كيلو مقطع حوالي 300 جرام، وعندنا عيش كيلوين، ما يستوي قلنا المنسف إلا بالبهار. عندنا بهار المنسف، وعندنا طريقة نفس طريقة الماجي اللي هو المنسف نفسه. نستخدم مكسرات للتزيين، وعندنا خبز صاج راح نخليه تحت الطبق، راح اراويكم اياه. طبعا عندي لبن لترين لبن، وعندي الجميد اللي هو السائل اللي نستخدمه حق المنسف. في نوع اللي هو الجميد اليابس، ونقعه في ماء لفترة معينة، وعقب نرد نكسره ونشرخه. أنا جبت سائل وهي نوعيته، ممتاز وجيد، راح أخلطه. وأحتاج إلى دهن عربي أو دهن خالدي معي. راح نبتدي أول شيء نفوح اللحم، وبعدين راح نتبع الخطوات الثانية. في البداية قلنا بنفوح اللحم. راح نبتدي ننزل اللحم. من اي جزء من اللحم؟ لا، ممكن اي جزء عادي، بس انه قطع كبار تكون. هاي حطينا اللحم كله، راح نخليه يفوح إلين يوصل إلى الاستواء الكامل. تقريباً اللحم العربي ممكن تخلونه لمدة ساعة ونص، بس ننتظر لين تطلع الرغوة من اللحم. وطم هاي الوقت راح نقلي المكسرات، نستغل الوقت. راح أقلي المكسرات وأحمصهم إلى اللون الذهبي. طبعا اكثركم يحب يتعلم هاي الطبخه او يطلب شلون طريقه العمل مالها. هي طريقتها بسيطه جدا. نفوح اللحم، بعد ما نفوح اللحم تخلص من الرغوه مالته، بعد ما تخلص من الرغوه نرد نشيل اللحم ونحط اللبن ويا الجميد، يطبخ لدرجه شوي يعني يكون ساخن، وننزل اللحم فيه. وبعدين الماي نفسه مال اللحم ننزل فيه العيش. طبعا اخواننا الاردنيين يستخدمون العيش الحب شوي اللي اكبر من بسمتي اللي احنا نستخدمها، بس احنا طبعا في البحرين او بشكل عام في الخليج بشكل عام نستخدم الحبه الصغيره البسمتي الطويله. ممكن تسوونه عن ذي الطريقة، ممكن تسوونه بهاي الطريقة. طبعا أنا تعلمت هاي الطبخة كنت في رحلة حق الأردن مع مجموعة من الشباب سياحة رايحين، وأول ما نزلنا الأردن ما شاء الله عليهم كلهم يبون يروحون مطعم يطبخ المنسف. ما هي الأردن كلها تطبخ منسف، ففي محلات مخصصة مشهورة. رحنا وكلنا من عند المنسف، تعال شفت ان الطعم ما شاء الله لذيذ، حبيت اتعلم منه، واستاذنت من
صاحب المطعم، عرفت على نفسي وقلت له انا خاطر اتعلم هاي الطابخه. الرجال صراحه ما قصر، مثل ما قالوا هذولين النشامه ما يقصرون صراحه. الف تحيه طرشها لهم عبر برنامجنا. قلنا راح نحمص المكسرات والبيضه لدرجة انه يكون ذهبي عشان نستخدمه حق التزيين من فوق. طبعا احنا ودنا نكون نتعمق اكثر في كل مطبخ، سواء مطبخ خليجي او مطبخ عربي. من خلال برنامجنا ذي راح نكون نسعي ان احنا نطور من الحلقات بحيث انها تشمل الخليج وتشمل الوطن العربي بشكل عام. ما نحتاج اكثر من كذي. النار ما شاء الله حاميه، ان شاء الله تكون حاميه مع اللحم. خليها على جنب. شوف اللحم بدا طلع رغوته. بسم الله. راح ياخذ له وقت فطول ما يفوح اللحم ويطلع الرغوه. راح نتخلص من الرغوه، راح نطلع فاصل ونرجع لكم واحنا نحط البهارات عشان تشوفون. رجعنا لكم مرة ثانية بعد ما فاح اللحم وطلعنا الرغوة منه. طبعا الحين بنحط البهار. قلت لكم انه في البهار اللي راح استخدمه اللي هو بودرة المنسف، خصيصا وضعت لهاي الطبخة بس بالذات. طبعا ممكن نستخدم هاي الطريقة، هي مكعبات، وممكن نستخدم بودرة. انا راح استخدم الصوبين. طبعا ويا فوحة اللحم تحس بالمنسف وريحته. بعد ذي راح اضيف البهار. ثلاث قفشات استخدمت. وراح اضيف بهارات صحيحة. هم ما يحطون البهارة الصحيحة ولكن احنا نحتاجها عشان ناكد ان الزفورة اللي في اللحم راح تطلع على طول. نحركه شوي. ممكن في هاي الفترة نحاول نضبط اللبن اللي قلت لكم عنه. راح نتخلص من الماء شوي ونسقي الزراعة وناخذ أجر. شغل النار، نبرز اللي هو السائل الجميد وما نحط له ماي على طول. شغل النار خفيف خفيف النار، مو محتاجين نار عالية. وراح نحط نزل اللبن على طول. نحتاج نزيد اللبن شوي. راح استخدم حوالي لترين من اللبن. بعد ما حطينا اللبن
اتمنى تكون قاعدين تتابعوني خطوه بخطوه عشان تتعلمون هاي الطبخه بالذات اللي هي طبخه المنسف. طبعا راح احرك الجميل انا جبته سائل وبامكانكم تجيبونه اللي هو خشن او صلب اللي احنا نسميه فقش، بس طبعا مو بالفقش مالنا هو الجميد نفسه، تحصلونه في محلات خاصه بالاكلات الشاميه والاكلات الاردنيه. بعد ما خلطناه مزيج واحد راح ننزله على طول في اللبن. ونضيف عليه قلنا الزيت العربي، ممكن نضيف زبدة أو زيت خفيف. راح نكثر فيه ونخليه على نار كلش هادية. طبعا ما تحتاجون وقت كثير، تقريبا نقول 5 دقائق إلى 10 دقائق بس يكون ساخن. رجعنا لكم مع المنسف، طبختنا اللي هي قلنا لكم انها اصحاب النشامه وهم اصحاب المنسف. طبعا راح ارويكم اللحم. متأكد منه النضوج ماله يا ما شاء الله الحمد لله. نبتدي نطلع، سكر على النار ونطلع اللحم الحالة. بسم الله محتاجين نطلع اللحم ونحطه على الجميد اللي هو مع اللبن، وننزل الماء مرة ثانية في جدر ثاني. خليه على جنب ونشيل الماء ونرد ننزله في جدر أكبر عشان نسوي العيش. نحتاج مشخار عشان نصفي لو كان في اي شوائب داخل. نقول بسم الله. شوي شوي. شلنا الماء. وراح ننزل العيش كله في الجدر. بسم الله. نتركه يفوح. قلنا راح ننزل اللحم في اللبن والجميد مع بعض. تابعتوني خطوة خطوة، حطيت اللبن، أضفت عليه سائل الجميد، وحين بنزل اللحم داخله. بسم الله. بعد ما طبخنا اللحم صار ناضج، ممكن يستغرق ساعة ساعة ونص على حسب نوعية اللحم. نقطص اللحم داخل. حركة بهذه الطريقة. ساعة
نسكر عليه لين يجهز عندنا العيش. ما راح ياخذ له وقت. تأكل العيش حركة. اوكي. راح تغير عندنا اللون، يصير لونه اصفر. طبعا لو حبيت تضيفوا عليه باللون يصير اغمق من كذي، نرش عليه شوية كركم. وهاي اللي انا بسويه، برش عليه شوية كركم علشان ابي العيش يكون لونه اصفر. حرك. قلنا حطينا الحين اللحم في اللبن وننتظر بس العيش يستوي وراح نقدمه لكم. جاز عندنا عيش بعد ما خلينا نفوح وراح نشخله. نعم هاي اللون اللي بغيته انا يكون اللون الاصفر. هاي طريقة نبتدي نطلع العيش. بسم الله. راح نخلي رساياتنا ترس شوي وننزل العيش. مرة ثانية حق الجدر. هاي طريقة راح نخلي العيش يترسى. طبعا اذا بغيتوا ان العيش يترسى بشكل صح فرقوا الجوانب بهاي الطريقة، راح يتبخر عندنا بشكل اسرع. سكر عليه وتأكد من اللحم. ما شاء الله. راح نجهز صينية التقديم. راح تكون بهاي الطريقة. راح نجيب الخبز الصاج. راح نخلي بهاي الطريقة. منسف من غير خبز صاد ما كانك سويت شيء. طبعا عندهم هاي طريقة الخبز لازم تكون موجودة. جهزنا وراح يترس العيش بس شوي خليه وننشب المنسف. رجعنا مرة ثانية. تكمل العيش تبخر. عندنا بخر العيش. طبعا احنا محتاجين يكون نثري مو هنيج، لان بنحط بعد في اللي هو الجميد مع اللبن. هاي موجود. راح نحط العيش. طبعا صفينا الخبز صاج بهاي الطريقة وراح نحط العيش معه.
بهاي الطريقه. طبخه المنسف الاردني. طبعا في ناس تحبها على دياي وناس، بس انا اغلب الاماكن اللي رحتها ما شفت دياي، شفت دائما لحم. بس لو حبيتوا تسوونه على دياي ممكن تسوونه على دياي. بعد ذي راح نحط شوي من اللحم فوق. هاي الطريقة نصف عليه. نحط اللحم ونصب عليه شوي. عشان تشبع الخبز اللي تحته. ما نكثر عليه شوي. نزله. نروح نزين المكسرات. وراح نصب الجميد. نبدأ. هاي الطريقة. شو ممكن تستخدمونه بإضافة. طبختنا المنسف الأردني صارت جاهزة مثل ما انتم شايفين. حطينا الخبز الصاج تحت، ضفنا الرز العيش، وحطينا اللحم مع الجميد فوقه، وزينا بالمكسرات مثل ما انتم شايفين، وحطينا بعد على جنبه هو المرقمة المنسف. أتمنى أن الطبخة عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله مع طبخة جديدة وحلقة جديدة.